إنني كثير النسيان، وفي بعض الصلوات الجهرية أنسى وأقرأ سرا وأتذكر ثم أجهر بالقراءة وأسجد سجود السهو، فهل علي أن أعيد الصلاة أم كيف يكون العمل وهل عملي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجهر والإسرار كلاهما سنة، فلو أنه جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فلا بأس، صلاته صحيحة، وإنما يكون تاركا لسنة. فإذا نسي وأسر في موضع الجهر وذكر فإنه يجهر فيما بقي من القراءة، وكذلك في العكس إذا جهر في صلاة السر ناسيا ثم تذكر فإنه يسل ويكمل قراءته، وليس عليه سجود سهو واجب، وإذا سجد من باب الاستحباب فلا بأس وصلاته صحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.